Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gigi. Nama saya Ida Laila dari kelas 3B BSA. Virus Corona. Murahikun yatalaqa zur'atahu al-ula min laqahil COVID-19 fi Dublin fi Irlanda. تعتزم بريطانيا تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما بجرعة من لقاح الكورونا بناء على نصيحة كبار المسؤولي الصحة في البلاد. وكان المسؤول قد أصوا بضرورة تطعيم صغار السن بجرعة واحدة من لقاح الفايزر. وتقوم بعض الدول الأخرى بتطعيم المراهقين الأصغر سنا لبعض الوقت. بيد أن الأساليب تختلف. وافقت وكالة الأدوية الأوروبية في مايو أو أيار على تطعيم الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 بلقاح فايزر. ومنذ ذلك الوقت تحركت دول مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي بخطى متفاوتة. استطاعت دنمارك تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عاما، وكذا إسبانيا من سن 12 إلى 19 عاما بجرعة واحدة على الأقل من لقاح. كما تحركت فرنسا بخطى سريعة، ووفرت لنحو 66% من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما جرعة واحدة من لقاح. وحصل ما نسبته 52% على تطعيمهم بالكامل. وبحلول أكتوبر أو تشرين الأول سوف تشمل البطاقة الصحية في البلاد أو تصريح المرور الصحي من هم أقل من 15 عاما، مما يعني أن جميع المراهقين سيحتاجون إلى إظهار ما يثبت حصولهم على التطعيم أو نتيجة الاختبار كوفيد سلبية الإصابة كشرط لدخول أماكن مثل دور أماكن مثل دور السينما والمتاحف والمطاعم ومراكز التسوق المغلقة. خلاص، شكرا كثير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.